احنا توا بعد مرور تقريبا 10 و11 سنه على الثوره، وبما انك انت ولد السياسه ومرشح للرئاسه سابقا من ضمن الناس اللي ترشحت للرئاسه، قيم لي الوضع توا كيفاش صاير، كيفاش ماشي، شنو تزيد شنو نقص؟ والله في الحقيقه معناها نحب في اول مرحله نقول ان شاء الله رمضان مبروك علينا وعليكم ولا جميع الأمة الإسلامية، هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية نحب نقول لك اللي الوضع يأسف وللوضع يندى له الجابين، فهمني، لأنه الشيء اللي نشوفه فيه توا في البلاتوات وإلا في المنابر معناها الإعلامية بين السياسيين الكبار، تقول انت حمتع كباش، أنا نحكي بالعامية، فهمت، نحكي بالعامية باش كلامي يوصل للتوانسة وباش كلامي يوصل للرأي العام، فهمني، انت حمتع كباش، انتيح متاعك باش في بعضهم هم قاعدين يتناطحوا والشعب قاعد يعاني، فهمني، وظرنتوا اخر اهتمامهم السياسيين هذوم والمسؤولين في البلاد، اخر اهتمامهم هم المواطن البسيط. تو الناس قاعده تعاني، المعيشه غليت، الماء، الضوء، الغاز، الكري، الدبش، ما نعرفش، كل شيء غلي في البلاد معناها، والعباد ما عادش لاقيه معناها لا باش تاكل لا باش تشرب، ظروفها معناها الماديه تعبه، ظروف اجتماعيه تعبه، ظروف صحيه كارثه، والعباد شاد المناصب وزعام كان يتكلموا من المنابر بالكلام الفضفاض والوعود الكاذبه، الى متى باش نبقاو نحن نتفرجوا معناها وقلوبنا بالحق قلوبنا كلها اساء وكلها حسره على الشيء اللي نشوفوا فيه. ما فماش في تونس حاليا من 2011 منذ صار الانقلاب على بن علي الله يرحمه. علاش قلت انقلاب؟ انقلاب صار على بن علي، باش يقول لي صار ثورة ما ثماش ثورة ما ثماش واحد، صار انقلاب في تونس على بن علي، منظومة على أساس أنها منظومة فاسدة ومنظومة نتاع احتكار ومنظومة معناها نتاع معناها ديكتاتورية حسب هما قالوا، لكن الديكتاتورية اللي يحكيوا عليها هما، نحن كنا عايشين أمواه في خير وفي نعمة، فهمني، برشا حاجات وبرشا إيجابيات كانت معناها كان العباد كلها كانت عايشة والعباد كلها كانت مريقلة. بن علي كان يضرب كان يضرب الفوق، ما كانش يضرب في الزوالي، الزوالي كان ب 10,000 يدخل المارشي يقضي وطيب عشاه ولاباس، فهمني، من 2011 من الانقلاب لليوم احنا في كارثه سياسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، صحيه، خلي حدث ولا حرج. شنو معناها 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 تو سامح لي تو انت تو سيدي خويا تسال فيا معناها شنو اللي صار؟ اعطينا حاجه صارت بوزيتيف في البلاد من 2011 لليوم، اعطينا حاجه صارت باهيه. كنا عايشين في رحمه قبل 2011، كنا في نعمه. قالت لي عينات تجي والزوالي كان عايش. توا اليوم وين الزوالي؟ كلاوه حشيش وريش صاحبي. كلاوه حشيش وريش. نحس فما نبره نتاع حزن ونقمه أيه في, في, في 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 الشعب التونسي. علاش الشعب التونسي اليوم اصبح ناقم؟ ناقم خاطر الشعب جوعوا، خاصة الزوالي توا لاباس عليه، ما يهموش في غيره، ان شاء الله يموت. توا احنا كيما شهر رمضان كيما ذا، وين السيد رئيس الحكومة اللي قال لي عانات؟ الواحد من الزوالي ما ريت حتى يعانى. نمشي البلدية قولي برا المعتمدية، أنا من الكرم نحكي لك، نمشي المعتمدية وتحية الكرم صح بل كل شيء، تحية الكرم برجالة بنساء بشباب الكل، الأحياء الشعبية الكل بصفة عامة، الأحياء الشعبية كلها أنا بن الكرم، فهمتني، وتحية تونس وبيك يرحم والديك. الشعب سيدي جوعوه، الشباب عنده الحق لو كي يحرق ويمشي، ما عادش يحب البلاد هذيا، عليه خاطر السياسيين اللي شادين الكراسي يضرب 4 مليون ونص و5 مليون ونص، شموا في الزوال يموت بالشر، ستلقى مسكين بابا عائلة عنده صغار يعلم ربي بحاله كيفاش، وانت تم القرارات اللي ياخذوا فيها هذيا الصبا ما عادش يمشي الكرام وما عادش يمشي الموتورات وما عادش يمشي العباد، يسكروها البلاد ضربه واحده كومبليتمون وكاهو، ما سكروها البلاد وكاهو، جوعونا اخويا، انا نحكي لك بصراحه جوعونا الشعب التونسي هذايا الزوالي المحتاج، ما نحكيش لاباس عليه، والرحمه تقاتلت نقولها لك، رحمه في تونس ما عادش رحمه، اللي لاباس عليه باش يعاون الزوالي يكذب عليك، ما فماش رحمه، الجمله مستحيل. شكون قاعد يعاون اليوم في تونس؟ شكون اللي قاعد يعاون؟ الزوالي للزوالي رحمة. الزوالي للزوالي رحمة، احنا نهزوا في بعضنا. الزواولة يكذب عليك، أما لاباس عليهم هذوما اللي يعوموا في المليارات وياخذوا في الملايين، معفسين والزوالي كذب بينا. ويحيى الزوالي. أنا واحد من الناس عندي ثلاثة صغار تو. ربي يحفظك. الأولاني 14 سنة، الثانية 3 سنين وذي عام. كان نلقى خروج ما نقعدش فيه. يعني بثلاث صغار ما نقعدش، يعني تحرق وتخلي صغارك ما نقعدش، تعمل برويته تخلط عليك الحاكم فكها لك، تقعد بطل تمشي الحابس، تخدم تمشي الحابس، اي عاد ولي واحد يخرج يريسكي برا خير ما يريسكي في بلاد، نحن توا برا ضياف. شنو الخدمه انت؟ ها؟ شو تخدم؟ نخدم حوات. حوات؟ هاي اسوام الحوت اليوم ولا في رمضان السنه ايش رايك فيها؟ لا طلعت برش. طلعت برش. طلعت برش وما ثم يزال. برشا يقول لك التجار الديتاي اللي هما اللي يبيعوا في المارشيات وفي الاحوانت يقول لك هما اللي يغليوا في السوق.
هما بتبيع خليه في السوق، نحن حوم شعبيه ندوروا برويتهم ونبيعوا للعباد الزويوله كيفنا كيف. مناش نخدموا رانا حوانت ونخدموا باتين دواح. حاكم واش مخليك؟ فهمتني؟ توا تشوف فهمتني الدور على الكرم تشوف الكشك باش نبخوه. انا واحد من الناس عندي 6 سنين نشكي، سقات في سي بدخت عاقه كرني يابز ثلاثة صغار كاري فهمتني، وحتى اللي كاري كاري بيت راهو ثلاثة صغار. وما تصنتني حد. بعد 10 سنين ثورة الشعب هذا ريتو قاعد يعاني وياكل في العصا، وما فماش حتى راجل فاهم. السياسيين من 10 حكومات هذوما ما جاء حتى واحد راجل وقام بدوره كما ينبغي، راجل وطني صحيح. والشعبك تشوف فيه ما عادش عنده جاع، البلاد راهو ما عادش فيها. والسياسيين هذوما ما همش وطنيين وما همش كفاءة وما همش قد المسؤولية. الوضع نتاع توا غادي ملي كارثي، غادي ملي كارثي. حلوا فينا شانتي، لا خليونا حتى قدمة خبز طرف خضرة، ما خليوناش نشريوها باش ناكلوها مش باش يخدمونهم. الخفة توا تونس ساشي كحلة تخرج بها من المرشي كي تبدا تضحك عليه 8-9 آلاف وليد عمي اللي كانوا فهمتي ايامات، فهمتي ايامات مخلوع كنا ناكلوا ونشربوا لاباس عليه، 10 آلاف توكلوا جمع. توا ساشي قدنا هكا ب 15 ألف ما تقضيها لكش.